السلام عليكم. هذا العامل قام أولا بتنظيف هذه السمكة ثم تقطيعها. إنه سريع جدا، يا لمهاراته. عامل بيتزا أدهش الجميع بسرعته، ولكنه في هذه المرة يعد البيتزا لتقديمها في وقت قليل، وهذا يعني أن البيتزا ستصل وهي ساخنة. هذا العامل يقوم بتقطيع سمكة كبيرة بخبرة ومهارة. إنه حقا متمكن مما يقوم به. هذا العامل ماهر جدا فيما يصنعه، ففي بلاد كثيرة في العالم مثل فيتنام يأكلون لحم التمساح، فكيف يعدون هذا الحيوان الخطير؟ هذا الرجل ماهر في سلخ التمساح. هذا الشاب يصعد إلى أعلى شجرة باستخدام الحبل. يا للسرعة، لقد استغرق 11 ثانية و32 جزءا من الثانية. أنت مدهش يا صديقي. عاملة في مصنع ولكنها متسابقة هذه المرة، تصنع بيتزا وتضع المكونات في وقت قياسي. هذا العامل يقوم بتقطيع هذه السمكة الكبيرة بسرعة فائقة. إنها ليست سرعة فقط، بل إنها تمتزج بالدقة والمهارة. وهذا أيضا صانع بيتزا سريعا جدا. انظروا للسرعة والمهارة وكيف يقلبها في الهواء ثم يسترجعها بدون أن تسقط. حقا يا لهذه المهارة الرائعة.
صانع البيتزا هذا يفرد العجين ويضع مكونات البيتزا استعدادا لطبخها في 39 ثانية بكل ثقة. صانع العجين هذا، انظروا لسرعته في تدوير العجين، لقد استغرق دقيقتان وبضع ثوان. هذا أيضا صانع وهو أيضا سريع جدا، وأنه يحرك عجينة البيتزا بكل سرعة وسهولة. يا للمهارة. Y el tiempo comienza.